كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 عن إطلاق الوزارة الخريطة التفاعلية التي تتضمن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة. وذكرت وزارة التعاون الدولي أن الخريطة توضح توزيع المشروعات التي تنفذها الدولة بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في دعم رؤية الدولة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي فيما يتعلق بالشراكات الدولية. أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، في حين مال العرب والأجانب نحو الشراء. وسجل رأس المال السوقي نحو 737.3 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 8 مليارات جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر EGX30 بنسبة بلغت 0.34% ليغلق عند مستوى 11461 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة وصلت إلى 1.29% ليغلق عند مستوى 2102 نقطة. وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة بلغت 1.4% ليغلق عند مستوى 3094 نقطة. للمزيد من التحليل تنضم إلينا عبر الهاتف خبيرة أسواق المال الأستاذة حنان رمسيس. أهلا بك معنا أستاذة حنان. يعني انخفاض وتراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية، ما تحليلك؟ مساء الخير نهى، مساء الخير أستاذ يوسف. طبعا النهارده كان في يعني اول الجلسه كان في ارتفاع لكافه المؤشرات، ثم تراجعت المؤشرات منذ منتصف الجلسه الى نهايه الجلسه، وده بيرجع لشيء مهم جدا. احنا في اخر شهر يناير وفي مراجعه دوريه للمؤشرات البورصه المصريه لبدء يعني الدخول وخروج اسهم يبتدي العمل بيها من شهر فبراير، فبنلاقي ان المؤسسات الماليه بتبقى زي مترقب حذر، لان عاده ما بيتمش التداول الا في الاسهم داخل مؤشر 30 اللي بتحتل يعني اوزان نسبيه عاليه، على الرغم من ان نتائج الاعمال العديد من الشركات هي نتائج مبشره ونتائج جيده، في ارتفاع كمان في الارباح اللي محققاها، الا ان المتعاملين الاجانب بيؤثروا البعد عن الاسهم اللي فيها توزيعات نقديه او توزيعات عينيه، فبدايه اللي بيخلي يعني الاسهم على مبيعات. بالنسبه للمؤشرات الفرعيه بقى لها فتره ادائها اداء سلبي مش اداء ايجابي، طبعا هي مستنيه دعم جيد من قبل السيوله، واحنا شايفين ان برضه قيمه التداول الفعليه لا تتجاوز مثلا 600 او 500 مليون، في حين الاجماليه ممكن توصل لاكثر من كده. منتظرين بقى ضخ سيوله جديده سواء بطروحات حكوميه جديده، طروحات خاصه. النهارده كان في افتتاح لجلسه التداول عشان خاطر توعيه الاطفال. طيب استاذه حنان، وفقا لهذه المعطيات، ما المتوقع في المستقبل القريب؟ هنظل في هذا الاتجاه العرضي مائل للهبوط طاره وللصعود طاره اخرى، الا اذا ضخت سيوله قويه من قبل المؤسسات المحليه اللي بتحتل اكثر من 83% من قائمه التداولات، ده ممكن ينعش المؤشر الرئيسي للبورصه. اما المؤشرات الفرعيه فهي محتاجه عوده المتعاملين الافراد الى الزخم بالتداول في البورصه مره اخرى لتحقيق مكاسب، فده بساعتها يبتدي المؤشرات الفرعيه تعمل مراكز يعني ارتفاعات متواليه. نعم استاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، اشكرك جزيل الشكر.